تشكل التجربة الديمقراطية في دولة الكويت أحد أهم تجارب من نوعها في الوطن العربي والعالم، وأثارت هذه التجربة بمضامينها خلال جناح الكويت المشارك في إكسبو 2020 دبي اهتمام الزوار، خصوصا العلاقة بين القيادة وأبناء الشعب وعلاقة الأسرة الواحدة التي تحكمها القيم والأواصر العربية العريقة. وأبرز الجناح التجربة الكويتية في ممارسة العمل الديمقراطي التي تتميز بالشفافية والوضوح ورسخت معالمها في نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع.